مهم بقى ان في ناس قليلة الادب وسفله وقذره وواطيه بجد، ولو في الفاظ تانية اقدر اقولها على الهوا كنت قلتها، بس انا بس احتراما ليكو فاهمه ان ده شغل تلفزيون وان احنا قاعدين رجل على رجل بنلم تبرعات وتاني وتالت ورابع. التبرعات دي على حسابات وزاره التضامن الاجتماعي، ملهاش دعوه بينا خالص، ما عندناش اكسس ليها خالص، ما نقدرش نتصرف فيها خالص. لكن بنعالج الاف الالاف الحمد لله، واحنا مش واخدين مليم من التبرع ده، ولا مواصلات ولا مرتبات ولا رخام ولا اي حاجه ولا حتى اعلان. في ناس سافله وقلت الادب ما زالت بالتاجر باسم صبايا الخير في النصب، وانا قلت لكم كتير قوي قبل كده وانتم مش عايزين تصدقوا، يا جماعه احنا ما بناخدش فلوس من حد، يا جماعه الناس اللي بقول اساميهم على التلفزيون هم زيزو واحمد مهران وكده، دول اخواتي بقالهم 10 سنين، مش ممكن هيكلموا حد يقول له هات فلوس عشان اديك دور، هات فلوس عشان اعمل لك العمليه، لا يمكن، من رابع المستحيلات، ما ينفعش باي حال من الاحوال. يا جماعة احنا ما كلمناش حد لغاية دلوقتي في حملة السمنة، يا جماعة احنا لا نتقاضى اي مبالغ مالية لأي شيء، ولا كشف الدكتور ولا مواصلة ولا كشف الدكتور ولا دواء ولا حقنة ولا فتلة ولا فتلة. وانتوا مش راضيين تسمعوا الكلام برضو، بتلاقي حد بعت لكم على الفيسبوك انا زيزو انا احمد مهران انا مش عارفه ايه، تروح ماسك التليفون طب الحقني طب يدي طب اديني 2000 جنيه عشان مش عارفه ايه. فانت طبعا حاطط في دماغك ان بتوع التلفزيون دول طبعا حراميه وطبعا كلهم بياخدوا رشاوي، فاروح مصدق اروح رايح دافع ال 2000 جنيه. طب خلاص اللي بيشيل قربه مخرومه تخرق على دماغه. ما عنديش واتساب، ما عنديش فيسبوك شخصي، ما فيش ولا واحد في اللي عندنا بياخد حالات عن طريق الفيسبوك خالص خالص، ما عندناش غير الصفحة الرسمية اللي ما بيدخلش عليها اي حد خالص غير انا شخصيا، يعني ولا زيزو ولا احمد مهران ولا اي حد. واحدة بقى هتبقى حاطة صورتها وتخش تقولك انا ريهام سعيد، لا انا بظهر باسم الصفحة الرسمية، يعني انا لما برد عليك على الصفحة برد عليك بيبقى البروفايل بيكتشر بتاعتي مكتوب الصفحة الرسمية ريام سعيد انا ادمن، ما بيبقاش بروفايل خاص. بدخل بقى الاقي كومنتس كتير قوي، انا ريهام عايزين ايه، انا ريهام ادي نمرة تليفوني، انا ريهام هاتوا مش عارفة كلموني على موبايل ايه. لا ريام سعيد ما عندهاش بيرسونال اكاونت، ريام سعيد ما بتدخلش على الصفحة غير من الادمن اللي هو صورة الصفحة الرسمية. ما عنديش واتساب، ما بكلمش اي حد عن موضوع الحالات بطريقه شخصيه، ما عنديش ولا حد في الكرو من بعيد او من قريب، ما عنديش حد في الاعداد، ما عنديش اي حد بيتكلم في موضوع الحالات خالص، ممنوع منعا باتا، ولا ورقه ولا تصرف ولا كلام ولا دكتور ولا اي حد. الكرو المصور مصور، مدير الانتاج مدير انتاج، ما حدش ليه اكسس على موضوع الحالات ولا المرض ده غير انا فقط. ما عنديش مساعدين، ما عنديش حد بيساعدني في الموضوع ده عشان ما يحصلش الغلطات دي. وفوجئنا بحد عامل انه زيزو تاني، بس المرة دي جبناه، المرة دي بقى ما اعلناش عنه زي المرة اللي فاتت، لا المرة دي قبضنا عليه، واي حد بيعمل كده هنقبض عليه، لان اي حد بعد ما بيكلمك بيجي لي هنا المدينه يقول لي هو انت، فاقول له لا مش انا، يلا اعمل كمين يا حبيبي واقبض عليه. وقبضنا عليه، وبشكر طبعا رجال المباحث اللي تعاونوا معانا في الموضوع ده. انا مش عارفه طبعا هما كانوا اسم ايه، اسم ايه، اسم النزهه يعني ولا اسم ايه، اسم مصر الجديده. انا بشكر الحقيقه كل فرد هناك لتعاونهم معانا، وتاني انتوا اللي غلطانين عشان انا قلت لكم الكلام ده مليون مره وانتوا مصممين، هتقولي ما احنا مش عارفين نوصل، قلت لكم
ان الطريقه الوحيده للوصول لينا هي الجوابات اللي بتتبعت على القناه، ومتهيالي ان كل اللي بيطلع على الشاشه وبيقول اتبعت جواب وانتوا رجعتوا كلمتونا مش كذاب. هتقولي ما انا بعت جواب وانت ما رديتيش، ما انا مش قاعده مستنيه جوابك. انا عندي 5 مليون جواب، في دور هيجي عليك ممكن كمان شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة. ما كلمتكش ده مش معناه ان جوابك ما وصلش ولا انه اترمى ولا ان انا ما قريتوش، بس دورك ما جاش. تعالوا نشوف الكمين بقى هو شوه سمعتنا وضرنا، وبقول لكم بصوا ناس بتموت وقاعدين طول النهار يعني هنموت عشان نجيب المليم، وده عايز كيس دم وده بيتخنق، وفي ناس قلت الادب واطيه بتستعمل يعني ده شرفنا مش بس سمعتنا في حاجات في منتهى الوطو. يكلمها يقول لها احنا عايزين 5000 جنيه، قال لها ايه عايزين 5000 جنيه عشان ايه؟ لا انا عايزه الكمين. احنا اصل معانا بعد كده احمد مهران، يعني معانا واحد اسمه احمد مهران، هو بقى ده النصاب التاني اللي معانا برضو اللي هجيبك برضو. ده كانت حكايته ان هو برضو على الفيسبوك وبعت وحاجات، فقالت له عايزه اتبرع، فقال لها طيب تعالي اديني الفلوس، وانا قلت لكم قبل كده ان مفيش حد بياخد فلوس في ايديه، هي بس حسابات اللي قدامكم على الشاشه، مفيش لا يمكن. لو مين كلمني والله العظيم اقسم بالله اقسم بالله لما امي بتحب تتبرع بقول لها ما تدينيش فلوس في ايديا روحي، محدش بياخد فلوس في ايديه خالص ولا حد. عايز تتبرع ب 19000 جنيه، قال لها طب خلاص انا اجي اخدهم منك. وبيكلمها بقى بقاله كتير على انه زيزو، فاحنا رحنا جبنا زيزو. تعالوا نشوف مع بعض. اظن يعني انا جيت هنا بس مش عارف الطبيبه وقفت ولا ايه، عماله بنتي ما فيش. جيت هنا انا ما عارفش، وقفت هنا فوقفت هنا دي كارت شحن او اي حاجه شغاله الطبيبه. استاذ زياد الفرماوي بهدلني النهارده في التليفون، بيعملني وحش قوي عشان منتج ومشهور ومغرور مش موضوع منتج، هو استاذ زياد يعتبر وقته، وبعدين يعني هو زعلان عليا انا كمان. هو انت معاه في البرنامج؟ معاهم في البرنامج؟ سيرة قرابة. هو كل كان انا وصيف كل الحاجة دي اوصلها له. بص هي كانت حلفة موضوع الفلوس، مش هتديها، مش هدي الفلوس يعني هدي له فلوس مع الورق. هو حضرتك في هنا تقرير طب شرعي بالانجلش ودي الفلوس التبرعات. مش انت لو اداني ظرف فاضي انا هوصله، مش على كده لا، انا قصدي ايه اقول لك ان الفلوس دي انا كنت قصدي ان انا اخصصها للاطفال. ماشي ده على فكره ده استاذ، ده استاذ محمد المصري يعني بنت خالتي سلمى. عارف حضرتك جريمه القتل اللي تمت في المنصوره؟ انا حكيت لاستاذ زيزو الفرماوي عليها، اخته بقى اللي اتقتلت. فاحنا بنعمل بس ان تعرض جريمه القتل ده لان هو جزء. انا فهمت استاذ زياد، حتى قلت له انت فهمني في ايه بالظبط، يعني انت يعني جريمه القتل سوري في الكلمه، يعني راح اقابل ناس ما اناش عارف الناس دي ايه بالظبط. ايوه لازم تعرف صح. انا ماشي ازاي؟ بص هي لازم تعرف، لازم تعرف. بص هي مي رايحه تتبرع ب، كان عندها ابنها اتوفى قبل كده تمام؟ فبناء عليه هي قالت انا عايزه احط التبرعات لحساب حالات القلب بس. عايزه اخصص الاطفال، اصل في حالات تانية، في حالات مثلا بتاعت العظم، في حاجات للناس الكبار العينين القرنيه، انا عايزه اطفال. تمام. يعني انا عايزه حضرتك لما تقول لابو ادم وتوصل الفلوس وتوصل الورق تامن عليه ان الاطفال بالذات. انا طبعا المبلغ اهو وادي فلوس. والله يا باشا برضك يعني ايه، انا هحاول برضك اوصل له على قد ما اقدر. تشربوا بيبسي بس؟ بيبسي لا، ولا والله العظيم ثلاثة لسه قايم انا من ضرب. استنى احنا دلوقتي كان معايا ناس. لو سمحت يا باشا ثواني، والنبي والنبي بس يا باشا، انت ضيف عندنا، انت ضيف عندنا، انت ساكن فين طيب؟ انا هنا ساكن هنا في عمليه خفيفه خلاص. اهلا بيك يا باشا. بس حضرتك يعني بتشوف استاذ زياد فيس تو فيس كده؟
انا بقى لي فتره ما شفتوش بصراحه، بقى لي فوق الشهر ونص. هو اكيد مشغول برضك عشان بيصور حاجاته كده. حتى انا كنت مكلمه بس هو كتر خيره وعني انه بقول لك ممكن يتم الموضوع ده انت القتله بس طلب تقرير طبيب الشرعي وكل حاجه. ماشي اتنين بيبس تمام. فهي الاستاذة مي اتوصلت مع الاستاذة ريهام سعيد. هي عرفت انت الموضوع ده؟ كانت استاذة ريهام كلمت، انا كنت بتكلم اصلا، انا عرفت استاذ زياد الفرماوي ازاي؟ كنت بكتب على برنامج صبايا الخير على الفيسبوك محمد يا جماعة هو في امكانية ان انا اتبرع ل بتتفضل معانا. كنت بكتب في صبايا الخير في الموقع بتاع الفيسبوك، هو في امكانيه يا جماعه حد يرد عليا بس ان انا عايزه اخصص الفلوس للتبرعات وعندي حاجه تخص جريمه القتل وكده. فقامت رد عليا استاذه ريهام وقالت لي انا هخلي مدير اعمالي او المنتج استاذ زياد الفرماوي يتابع مع حضرتك بس. فقدرت ان انا اوصل الاستاذ زياد كلمني على طول. انت عارف احنا بقالنا شهر عايزه اديله فلوس. انا والله المفروض ان انا النهارده في شهر. ما انا عارفه والله هتطلع معايا لو عايز. لا واحد والله ماشي بس. طب عارف حضرتك بقى ان ده نصيب الاطفال؟ ليه خدمات عليا كتير. لا بص يا باشا احنا صيام مسطره. بص احنا صيام كل خطوه بتعملها بسواد في اي حاجه. حتى انا حمدت ربنا ان في بديل ليا سافر النهارده بالفلوس. هو بالموضوع ده وانا ربنا ييسر. 24 ساعه. طب حضرتك عارف بقى لنا قد ايه عايزين نعمل الموضوع ده؟ بقى لنا كتير. هو كلمني قال لي ده، قلت له بصراحه انا زهقت يا استاذ زياد. لا هو كان عنده شغل في السنه. انا معاهم للنهايه حتى لو كده. انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه. هو في الاول كان في الصين تقريبا، كان في الصين بيصور حلقه تمام. بعد ما رجع من الصين كان في حلقه اتصورت في الصين. بعد ما رجع وسال لك كلمناه قال لك لا احنا في معهد القلب بتاع مجدي يعقوب في اسوان. طب اول ما ارجع هكلمه. هو بصراحه يعني هو لسه قافل معايا. لما الواحد بيقدر يعني يتلم عليه ووقته بصراحه لو الواحد قاعد معاه يعني مفيش يعني ما بعرفش اقعد معاه في التليفونات كمان. ما انا بقول لك هو مغرور شويه. المهم ايه؟ المهم انا ايه يعني الموضوع ده بقى له شهر ان انا عايزه اوصل الفلوس بس طبعا على حظه ان هم بقوا 19000 جنيه. هم كانوا في الاول 5000 وبعد كده بقوا 9. يعني انا حتى من الكلام معاه الاول قلت له موضوع الفلوس ده بعدنا عنه، انا ما تدخلنيش في قصص والكلام ده كله. قال لي انت اكتر من هتاخد الظرف وابو ادم ما هيجي لك ياخده، لان ابو ادم ده معاهم في البرنامج يعني؟ معاه حاله وفاه. معاهم في البرنامج. معاه حاله وفاه وكده. فقلت له بس هي هما بيتعاملوا بحالات قلب بس ولا في حالات ثانيه؟ كل حاجه. ما عندكش معلومه دي بصراحه عشان ما فيش ولا اقول لك كلمه اصلا. احنا قلنا له قال لنا لا ما تتبرعوش بيها الرقم الحساب علشان ممكن تروح في حالات ثانيه. حالات ثانيه. انا عايز انا ممكن اخدها اخصصها لحالات القلب. في دكتور احنا بنتعامل معاه في حالات القلب شيماء. دكتور شيماء. بنتعامل معاه في حالات القلب فهناخد الحاجات دي نحطها للحالات اللي بيعالجها على طول. أأمن ان الفلوس دي توصل للاطفال علشان انا حكيت لاستاذ زياد القصه. انا مجرد ما هاخد الحاجه دي تليفون دي بقول له خلاص. طب ممكن تكلمه لنا برضك دلوقتي عشان ايه؟ كلمونا زياد. كلميه. قول له احنا قابلناه. هقول له انا استاذ عبد الحميد بحيث ايه يعرف ان الامانه وسط ان انا هديك الامانه دلوقتي. بس انا مسميها مدير اعمال قبل ما هي كانت قالت لي مدير اعمالك هي مدير اعمالي هيكلمك قبل ما تقول لي ان هو زيزو الفرماوي. الو ثانية واحدة بس. ايوه يا استاذ زياد انا خلاص قاعدة مع استاذ عبد الحميد اهو. تسلم. قاعدة مع استاذ عبد الحميد خلاص بندردش معاه كده بنشرب بيبسي يعني مع بعض وهديله الظرف والفولدر زي ما قلت لحضرتك اللي في الظرف فيه 19000 جنيه والورق في هديله الاول ظرف الفلوس وبعد كده هديله افهمه بقى الورق ولا حضرتك يبقى شوف الورق هتلاقي فيه تقرير الطب الشرعي وكل القضيه وكل المحضر كل المحاضر اللي اتعملت في هناك في المنصوره وكده. ماشي ماشي خلاص. استاذ عبد الحميد عايز تكلمه عشان تطمن بس ان احنا مع بعض والامانه خلاص باذن الله. ماشي طبعا. ماشي ماشي يا استاذ زياد.
والله العظيم ما هسيبكوا، مش هسيبكوا خالص. واوعوا تفتكروا ان انا نايمه على وداني، واوعوا تفتكروا ان احنا بنصور وبنعالج وبتاع مش صحيين جدا وفايقين. صحيين وفايقين جدا، فايقين وهنقبض على كل حاجه. انتوا عارفين يعني ايه بتبوظوا وبتضيعوا مجهود وسمعه احنا نجحنا ان احنا نبنيها لمده 10 ل 11 سنه. انت رايح تاخد 19000 جنيه كان المفروض هيروح اللي زي ساره، وهتروح عادي تاكل وتشرب بيهم. بصوا بقى عملت ايه. واحد على الفيسبوك عمل بروفايل بيكتشر ريام سعيد، وابتدى يكلم الناس على انه ريام سعيد. فالست دي، انت ريهام؟ ايوه انا ريهام. لا ليا مدير اعمال، لا مش عارفه ايه. طبعا ولا هي ريهام ولا حاجه، مدام ريهام كلمتني ومدام ريهام ردت عليا، ده مش انا خالص. وبعدين بعد كده قالت لها ابعت لك مدير الاعمال اللي هو زياد الفرماوي. هم فاكرين ان زيزو اسمه زياد، طبعا مش هقول لكم زيزو اسمه ايه عشان ما يجيلكوش صعقه، بس زيزو ما اسموش زياد. فقالت لك ايه راحت ضاربه ان اسمه زياد بدل ما ندلعه نقول له يا زيزو يعني. وراحوا باعتين واحد غير زيزو ده عشان ياخد الفلوس. واحنا كنا لسه عارضين الحلقه بتاعت الصين، فقالوا بس احنا كنا في الصين وكنا مشغولين وحاجات كده. اهو بصوا ده الكونفرسيشن او الحديث اللي دار بين الست والمفروض اللي هي ريهام سعيد. ايه مش حضرتك اللي بتكتبي بنفسك ولا حد المسؤول على فيسبوك؟ حضرتك اقول لك حاجه، اقسم بالله انا بتفرج على كل حلقاتك ومش عارفه ايه. انا اسمي كذا 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 ونمرتي كذا. فانا المفروض انا بقى رديت عليها قلت لها حبيبتي انا ريهام، انا حبيبتي مش بكلم جمهور خالص من موبايلي. يا سلام. ايه كبير عشان كتير قوي. ايه ارقامي انتشرت. يا سلام على الغرور. انا اقدر اوصلك بمدير اعمالي. يا سلام على البرمجه. وبايه يكلمك ويفهمك مش عارفه ايه. طبعا انا ولا ليا مدير اعمال ولا عندي اعمال اصلا عشان حد يديرها، وارقامي انتشرت وبتاع طب وش ما انا رديت عليها هي، ما انا ما بردش على الجمهور، ماليش فيسبوك، ما بكلمش حد. ايوه انا اللي برد على الصفحه بنفسي، بس بيظهر الصفحه الرسميه صبايا الخير، وانا اقسم بالله ادمن وبدخل ارد وبقرا الكومنتس بتاعتكم. لو سمحتوا ما تقعوش في الموضوع ده. واي حد بينصب والله العظيم هجيبك، والله لا بحلف لك والله العظيم. مسجونين لغايه دلوقتي الثلاثه ومش هيطلعوا منها، وعمري ما هتنازل عن المحضر. 19000 جنيه كانوا المفروض هيروحوا للي زي ساره، وانتوا كنتوا عايزين تاخدوهم. ايه 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 مش قله ادب دي؟ مش قله ادب دي؟ مش قله ادب؟ انت راجل؟ لا انت مش راجل. عرفت انت ايه؟